أنت عزيزي برج السرطان تتذكر وتفكر في هذا الحبيب، أرى أنها كانت بينكما علاقة جميلة، نعم، و لا أدري ماذا حصل، يعني شوفوا هذا الحبيب ابتعد وأنت في الليل والنهار دائما تفكر في الأيام السعيدة التي عشتها مع هذا الحبيب، وكل ما قاله لك، وكل يعني كل ما فعله يعني معك، وهذه الحياة الجميلة. واخا نعم، يعني تصر الكارت أن كانت علاقة جميلة بزاف، ربما حتى أنكم يعني كنتم متزوجين أو لا، أو فقط يعني علاقة حب وغرام، لكنها كانت جميلة بزاف. لكن هذا الحبيب رحل وأنت تفكر، رحل وهو يحبك، حذاري، رحل وهو يحبك. أخا لنرى، نشوف واش هل ستقول لنا كارت ماذا حدث، علاش مشى هذا الحبيب، لماذا أنت تعاني وتبكي عزيزي. أنا أرى أنك أنت يا منهار. ما يهمني في هذه القراءة هو أنت عزيزي، لأن أراك أنك تفكر كثيرا، تنام قليلا، تبكي كثيرا، تأكل قليلا، لأنك تفكر بزاف حبيبي في هذا الإنسان. نعم، هذا الكارت تقول لك عزيزي، يعني بجوج بهم كارتات روحانية ورئيسية مهمة جدا، وحدة فوق وحدة تقول لك عزيزي vous devez lâcher cette énergie، يعني يجب عليكم أن تتخلصوا من هذه الطاقة، ليس أن تتخلص من الحبيب أو أن تنساه، لا، بل أن تتخلص من هذه الطاقة التي تعذبك، أن تنسى، ليس أن تنسى فقط، يعني أن تحاول أن تكون حكيما، أن تحاول يعني أن تعيش، أن تتوكل على الله أولا، يعني أن تفهم أن يعني هذه مرحلة تعيشها والحياة تتغير، تفهمونني ياك؟ يعني اترك هذا الحبيب الذي رحل وذهب، اتركه بسلامة، الله يعاون. لكن أنا لا أقول لك ألا تحب، فهذا مستحيل، يعني أنا أرى أنك تحبه بزاف كثيرا وتعاني كثيرا، لكن استغني قليلا عن هذا الحبيب، يعني اتركه. أنا أرى أنك أنت تأخذ زمام المبادرة دائما، أنت من يتكلم، أنت من يرسل الرسائل، من تتواصل به هاتفيا وتكتب له رسائل، وربما هذا الحبيب حتى أنه لا يجيب، لذلك اتركيه، خليه. فهذا الحبيب، لنرى ماذا يحدث مع هذا الحبيب. الآن أنا رأيت طاقتك أنت هي الحزن الكبير، هل يحبك؟ نعم يحبك، لكن هذه تتكلم عن الماضي. نعم أنتم عشتم يعني قصة زوينة بزاف، قصة جميلة بزاف. أنت تنتظر، أنت تكتب له الرسائل، شفتي يعني داك الشيء اللي قلت لكم. والكارت تقول لي نعم، أنت تنتظر وأنت تأخذ زمام المبادرة، أنت من يقود دائما العربة، أنت من تكتب، وهذا الحبيب يضع حد، واخا يعني يضع حد، لا يجيب. نعم، نشوف هذا الحبيب، أعيد، نعم حسب الكارت هذا الحبيب يحبك، هذه هي الحقيقة. ليس واضحا لماذا اختفى هذا الحبيب ولماذا ذهب، لا أرى يعني الأسباب، فقط أرى أنك أنت يعني تبكي ليل نهار، تفكر ليل نهار،
ما لا تأكل، لا يعني تكتب لهذا الحبيب وهو لا يجيب ربما في بعض الأحيان أو تقريبا، لكن هو يحبك، هو يحبك، ما زال يحبك. واخا هذا نصيحة الكارت لك عزيزي برج السرطان، هو أن كما قلت الاستغناء، استغني قليلا عن، ليس عن الحب، بل اترك الأشياء، يعني اترك المياه تمشي في مسارها الطبيعي، لا يعني لا تضغط، لا تضغط، خليه، لا يريد الإجابة اتركيه، لا يريد العودة اتركيه. وأنا لا أقول لك يعني أنت تكتب له، لا تكتب، لا تفعل أي شيء، لا تفعل أي شيء، كفى من التصرف بجنون، أنت تحبه بجنون وتتصرف بجنون، لكن يكفي، يكفي. أنا لا أقول لكم أن تستعملوا استراتيجيات أو هذا يحبك، نعم يحبك، ربما كانت يعني حتى هناك معكم يعني بينكما أطفال، يعني كنتم متزوجين وكانت علاقة جميلة بزاف، للأسف الشديد لا إله إلا الله، هذا الحبيب يعني شيء يعني أبعده، ربما هو السحر، أبعد هذا الحبيب، لأني لا أرى طرف، لا نعم لا، قد يكون السحر أو طرف ثاني أو بجوج، سحر وامرأة أخرى، نعم هذا أنت عزيزي برج السرطان النبيل والبريء والامرأة أخرى أو شخص آخر سيء، وهناك سحر كذلك، واضح. هذه كانت إما علاقة حب جميلة أو علاقة زوجية، لأني أرى أطفال، نعم أم وطفلها، وكان هناك حب صافي وجميل جدا، نعم، لكن هناك سحر وهناك ربما طرف ثاني، طرف ثاني تدخل للأسف الشديد في هذه العلاقة، نواصل للأسف الشديد، نعم يعني كان كما قلت دائما أنت لا تفكر في نفسك، يعني أنت تقوم بالأشياء كالمجنون فتتكرر تتكرر، يعني أنت نبيل بزاف، نبيل وبريء بزاف، لا تفكر حتى شوية في نفسك، فقط في هذا الحبيب، في هذا الحبيب، ودائما يعني أنت تغامر، تغامر وتضحي بكل شيء، كل ما تريده هو أن تكون مع هذا الحبيب. واخا كما قلت مارس الاستغناء، خلي هذا الحبيب ينظم حياته، حياته يعيش حياته كما يحلو له، رغم أن هناك يعني أسباب لابتعاد هذا الحبيب، هناك شخص ثاني والسحر معا، هذا ما تقوله الكارت. واخا أنت عزيزي اتركه، اتركه يعيش حياته وينظم حياته، أنا لا أقول لك يعني بالنسبة للبعض الآخر إذ لم تكونوا متزوجين فقط كانت بينكم حب جميل وعلاقة غرام وابتعد هذا الحبيب بسبب سحر، يعني لم تكونوا متزوجين، يعني البعض الآخر أنا لا أقول لكم باستعمال استراتيجيات، نعم فالحب لا يفهم في الاستراتيجيات وهذه الحيل النفسية سيكولوجيك وهذه يعني التخربيق، التخربيق عصورنا، عصور عصر عصرنا هذا، نعم الكذب والخداع وتقمص شخصية، يعني أنت تخدع نفسك، أنت كن كما أنت، واخا لا تمارس أي، لا تقوم بأي استراتيجية، فقط يعني نحن نتكلم من الجهة الروحية والروحانية، أنت استغني، الاستغناء اتركه، تمنى له الخير، أحببه، أنت تحبه فأحببه، يعني هذا جميل جدا، اتركه ينظم حياته، فهذا الحبيب في الأخير شوفوا شنو غادي يوقع، يعني الطريق سيجمعكما من جديد لبيت واحد، يعني هذا أخيرا هذا الملك سيسيطر على حياته، يعني هذا إذا لم يكن هناك حب فالحب معك،
الحب معك وليس مع الطرف الآخر، والسحر ينتهي لأنها فقط طاقات تؤثر لمدة معينة وهذا ينتهي. واخا، ولا تنسى بأن الله معنا وتصرف بحكمة لكي يعود التوازن لحياتك. فأنت، أنا أراك يعني أنت منهار وفي حالة يرثى لها، وهذا غير عادي. هذا ما تقوله، لأنك تتصرف كالمجنون عزيزي برج السرطان. فقط تفكر في الحبيب وتريد إسعاد الحبيب، ودائما الحبيب في بالك ليل نهار وفي قلبك. لا، فكر قليلا، فقط قليلا، يعني يجب أن يكون هناك توازن بين المشاعر والعقل. نعم، فإذا لم تكن أنت هنيئا وأنت في سلام في حياتك، لن تكون حياة هنيئة ولن يكون هناك سلام في حياتك. واخا، لذلك كن حازما أرجوك وواثقا من نفسك، لأن حسب ما تقول هذا الكارت، هذا الحبيب سيسيطر في الأخير على هذه الوضعية، وهو ما يريده يعني الطريق، طريق واحدة يجمعكما، طريق واحدة إلى سقف، يعني في بيت واحد. هذا ما تقوله هذا الكارد. و نعم، كما قلت، كن حكيما، الله يخليك، وغير هذا التصرف، لا تكتب، لا تتكلم مع هذا الحبيب، اتركه إذا ذهب يعني، فاحترم قراره، خليه سلامة، أحببه في بيتك. نعم، إذا كنت تحس بالحزن وتريد البكاء، ابكي حتى تعيا. نعم، لكن يعني اترك هذه المرحلة تمر، لأن النهاية، يعني أنا أرى يعني في الحقيقة أن هذا الحبيب ما زال يحبك، لكن هناك يعني كانت الطاقات المتدخلة التي تدخلت قوية، فأنا أرى سحر وكذلك شخص آخر ربما تزوج رغما عنه، أو يعني لا أدري، كل واحد كيعرف الوضعية دياله وحالته، لكن هذا الحبيب يعني تتكرر أنه يحبك، ما زال يحبك، هذه هي الحقيقة، هذا ما تقوله الكارت، يعني يحبك بزاف، لكن لم يسيطر على هذه الوضعية بسبب طاقات سلبية. لذلك أرجوك عزيزي برج السرطان، اترك هذا الحبيب واتركه، دعه وشأنه، خليه ترانكيل، ليسي لو، واخا، لاشي سيت انرجي، خليه وتخلص من هذه الطاقة السلبية. أحببه لوحدك، اتركه، لا تكتب له، لا ما تعيط له، غيان دو غيان، لا تفعل أي شيء فيما يخص هذا الحبيب، أرجوكم. وابحثوا عن سلامكم أنتم لوحدكم، وسترون ماذا سيحدث، سترون ماذا سيحدث. نعم، خليوا التوازن يعود لحياتكم. واخا، فأنت ترسل له رسائل وهو لا يجيب، يعني يكفي. نعم، يكفي، يعني هو أجابك بصمته، فلا داعي للمزيد من العطاء، الله يخليك، أرجوك. نعم، اعتني قليلا بنفسك. نعم، تخلى عن هذه الطاقة، لا أقول لك أن تتخلى عنه، بل تخلى عن هذه الطاقة السلبية والمعاناة، تنفس الهواء النقي، استمتع بحياتك بما وهبه الله لك، وهناك أشياء كثيرة موجودة في حياتك تعطي لك يعني السلام الداخلي والراحة وكذلك السعادة، أبسط الأشياء موجودة في حياتك. نعم، وفيها قد تجد فيها أكبر سعادة، تفهمونني؟ نعم، القليل، أرجوك القليل من عزة النفس، القليل فقط، القليل، فيجب أن يكون هناك توازن، ونحن ناس طيبون، ونحن ناس يعني بريئة، ونعم أتكلم عنكم أنتم ليس عني، أنتم تفهمونني، يعني أتكلم عن القناة برج السرطان الذي في هذه المتواجدين في هذه القناة، أنتم ناس طيبين. نعم، لا تعرفون تتصرفون كالمجنون، لأنكم ناس أبرياء، واخا، لا تعرفون عن الحيل والخدع والكذب، أنتم من يتحكم فيكم هو القلب. نعم، لكن أنا أنصحكم أن ترتاحوا، أن تتركوا هذا المجنون، العاشق المجنون، تتركه يعني في غرفة. نعم، خليه في غرفة لوحده، وكن حكيما
كن حازما شيئا ما، كن واثقا من نفسك ولا تفقد الأمل أبدا. واخا كانت هذه يعني كانت هذه القراءة، وبفضل هذا الاستغناء، عندما تسجن قليلا هذا المجنون الجميل الذي يتصرف بهذه البراءة ويضحي بكل شيء من أجل هذا الحبيب، بينما الحبيب شوفوا يعني لم يسيطر على الوضعية يعني، وتأثر بالسحر وبالأشياء السلبية، نعم، لكن هذا يعني هذه طاقته هو، ليعمل هو في حياته وليغير هو وضعية حياته. لكن أنت حبيبي، نحن نتكلم عنك أنت، واخا أنت يجب أن تمارس كما قلت الاستغناء، خليه، انساه قليلا، خذ راحة لنفسك، فكر، مارس التأمل، فكر في نفسك، كن حكيما، نعم، وسترى ما هي النتائج، سترى، أعيد، ما هي النتائج، وهي نتائج سارة ومفرحة، لأن هذا الحبيب يحبك ويحبك حب كبير. لا يمكن القضاء على الحب، لا بالسحر ولا يعني مهما كانت، ولا بطاقات سلبية ولا بأي شيء. لنرى ما هي رسالة الملائكة السماوية. السعادة والفرح، شوفوا سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، يعني شوفوا يعني الاكستاس، يعني حينما يمارس الإنسان الاستغناء يعني ما قلته، شفت ولا ما شفتوش، يعني أنا كنبقى أحيانا كان يعني مخلوعة. شوفوا ما قلته لكم، الاستغناء، عندما يمارس الإنسان الاستغناء والتأمل، نعم، ويبتعد قليلا عن ما هو يعني عن ما هو دنيوي وجسدي، ننسى قليلا ونتأمل، وكما قلت لكم، يعني قلت هذا لكم، ياك عودوا للفيديو واستمعوا لي، قلت لكم الاستغناء والتأمل مع هذا شنو سميتو، الكاهن، أو لا ماشي الكاهن، المهم لنركز، هذا الإكستاس هو السعادة والفرح الشديد، يعني بفضل هذا الاستغناء وعدم التفكير، نعم، بهذا الحبيب أنت ستصل إلى فرح كبير جدا، نعم، نشوة روحانية، هذا ما معناه، يعني كارت مهمة، كارت مهمة جدا، وهذا من جديد الحكمة أو الذكاء السماوي، نعم، الذكاء الإلهي والسماوي، يعني من جديد، يعني الروحية الروحانية، يعني أن تستغني عن ما هو يعني عن هذا العذاب، وما هو يعني دنياوي، هذه المعاناة، وهذا ما سيحدث، تكون ذكيا، نعم، وماذا، سبحان الله، يعني شوفوا حتى أنها في اون اوردر، يعني مرتبة، ليبراسيون، يعني التحرر، ستتحرر بفضل هذا الاستغناء وعدم التفكير في هذا الحبيب، وأن تفكر قليلا وتتكل على الله، كذلك قلت ذلك، أن تتوكل على الله وتحترم يعني هذا يعني تحترم مراحل الحياة، ماذا سيحدث؟ ستتحرر أنت. الله ما شاء الله، شوفوا حتى الرسائل يعني في انسجام مع القراءة، لا إله إلا الله، هناك تصالح، شفتوا اللي قلت لكم الحبيب سيعود، تصالح، تصالح، حبيب من الماضي سيعود لحياتك، أعطي له فرصة، ربما البعض منكم ما غاديش تسامحوه، لكن تقول لكم أعطي له فرصة، وهذا شنو كان يعني هذه الطاقة، يعني الطاقة البريئة التي بين العاشقين، واخا يعني يعني ستعيشون من جديد، تقول شوفوا حتى هذه منظمة، تصالح، أعطي له فرصة،
وبالتالي يعني بداية جديدة، وهذه يعني كما أنكما ستبدون من جديد هذه العلاقة. كانت قراءة جميلة، أنا فرحانة فرحانة في الأخير بعد العذاب. شوفوا ماذا سيحدث بعد العذاب، الحب دائما يفوز، الحب دائما يفوز، لأن الحب أكبر من العوائق، أكبر من السلبيات، أكبر من ما هو سلبي، من السحر، من الناس التي الخبيثة التي تتدخل، نعم، يعني تفرق تبعد الحبيب عن حبيبته، لا إله إلا الله. مهم، كانت قراءة جميلة، أتمنى لكم الخير من جديد، أتمنى لكم التوفيق في حياتكم العاطفية المادية العملية الدراسية في كل شيء يا الله. وأول ما أتمناه لكم هو السلام الداخلي يا الله، ولنتوكل على الله ونؤمن أن الأحلام تتحقق. واخا كنبغيكم بزاف، كنحبكم بزاف، وإلى اللقاء، بسلامة.